نروح لموضوع تاني. طبعا بعد سنين طويلة من رحيله، لكن لسه الهوس بأسطورة الروك الأمريكي إيلفيس بريسلي مسيطر على كتير من محبينه وعشاقه، وده باين في المبلغ الضخم اللي اتباعت بيه جزمته الشهيرة اللي كان لونها أزرق ومصنوعة من جلد الغزال، واللي اتباعت ب 152 ألف دولار في دار المزادات البريطانية هنري أولدريدج أند سون. طبعا ده مبلغ كبير، طبعا مبلغ كبير جدا استهل. وبدأت المزايدة طبعا على الجزمة دي اللي وصفوها ان هي قطعة مميزة وتذكار بيعبر عن فترة مهمة في تاريخ الفن والثقافة الشعبية الأمريكية والعالمية في القرن العشرين بمبلغ 69 ألف دولار، ووصل سعره ل 152 ألف بعد كده من خلال المزاد يعني. وكان ألفيس بريسلي بيرتدي بقى الجزمة دي اللي مقاسها 44 داخل وخارج المسرح خلال الخمسينيات وقت غناء أو يعني غنى أغنية الشهيرة. طبعا يعني شفتي قد إيه وصلت سعرها؟ مش عارفه. طب بعد ما اشتروها بقى هم هيحتفظوا بيها فين او هيعملوا بيها ايه او ايه اللي هيحصل؟ يعني بتبقى هي جزمته، فهم مهووسين طبعا على الناس اللي بتحبه، فطبعا اي حاجه بسيطه بعدين يعني هي من الخمسينات ففعلا يعني هيعملوا بيها ايه؟ يعني ايه الاستفاده؟ يعني اكيد هيحطوها في حاجه او هيحتفظوا بيها في متحف في حاجه، استحاله ان هي تكون حد ممكن يلبسها. لا بس ممكن حد يحطها ديكور عنده، في ناس بتحب كده، بتحب فعلا كولكترز، بيحبوا كولكترز.